بطير بحضراتكم سريعا إلى لندن واستقالة رئيس الوزراء البريطاني. الحقيقة يعني بتشوف بقى الديمقراطية في أعرق صورها، يعني استقالة لأنه يعني عجز عن إقناع البرلمان البريطاني في أنه يخرج من الاتحاد الأوروبي. انتوا عارفين طبعا البريكزيت مفاوضات يعني كبيرة جدا، وهي يعني الديمقراطية لها أوجه أخرى، لأنه هو لما حصل الاستفتاء البريطانيين نصهم وافقوا نصهم موافقش، بس يعني خلاص أصبحت موافقة بنسبة بسيطة. ففي معاناة شديدة في موضوع البريكزيت، ونتج عنها أن يكون بوريس جونسون خارج داونينج ستريت، خلاص ما بقاش موجود في 10 داونينج ستريت مقر الحكم البريطاني. والانتخابات مقرر لها أن تكون يوم 12 ديسمبر المقبل. هنشوف ايه اللي هيحصل ونعرف تفاصيل اكتر من زميلتنا الكاتبة الصحفية الأستاذة عزة الزفتاوي من لندن. أستاذة عزة مساء الخير. مساء الخير، اهلا. شفتي حضرتك ازاي استقالة رئيس الوزراء البريطاني، لا سيما عقب جلسات كثيرة جدا مع البرلمان بعد خطة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي؟ يعني دعنا نقول بداية أنه استقالة رئيس الوزراء بوريس جونسون اليوم بعد مقابلته لملكة بريطانيا إليزابيث الثانية جاء في إجراء أو في خطوة إجرائية ضرورية كان عليه أن يفعل ذلك حتى يتمكن من الإطلاق الإعلان الرسمي للحملات الانتخابية. نحن نعلم أنه ابتداء من اليوم وعلى مدى 5 أسابيع حتى يوم 12 من شهر ديسمبر المقبل بدأت الأحزاب الرئيسية المشاركة في هذه الانتخابات في إطلاق حملاتها الانتخابية، وكان على بوريس جونسون أن يستقيل من منصبه حتى يتفرغ كزعيم لحزب المحافظين، وهو واحد من أكبر الأحزاب الرئيسية في بريطانيا، حتى يطلق البرنامج الانتخابي والحملة الانتخابية الخاصة به وبالأحزاب الأخرى. فهي خطوة إجرائية شكلية يعني. لا دخل لها بما دار في الجلسات الأخيرة اللي كان هناك سجال دائما بين البرلمان وبين رئيس الوزراء. يعني زي ما ذكرت في البداية هو إجراء ضروري حتى يمكن لبريطانيا أن تركز في الحملات الانتخابية، ويتعرف الناخبين البريطانيين على جداول والبرامج أو المنفذ للأحزاب الرئيسية. طبعا نعلم أنه الإعلان عن هذه الانتخابات جاء بعد إشكالية كبيرة جدا شهدها البرلمان البريطاني على مدى شهرين خلال شهر سبتمبر وأكتوبر الماضيين فيما يتعلق بأزمة بريكزيت وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي كان من المقرر أن يكون أواخر شهر أكتوبر، وتم التأجيل وتمديد المرن حتى أواخر يناير القادم. يمكن القول أنه أزمة بريكزيت هي التي وضعت الانتخابات في صدارة المشهد السياسي في بريطانيا، خاصة في ضوء أنه بوريس جونسون عجز عن أن يمرر الاتفاق الجديد الذي توصل إليه في منتصف شهر أكتوبر الماضي مع بروكسل فيما يتعلق باتفاق جديد حول الحدود الأيرلندية، ويأمن أو يؤمن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. لم يستطع أن يفوز بالأغلبية أو تمرير هذا الاتفاق، فكان عليه أن يحاول، وحاول أكثر من مرة، حاول 4 مرات حتى استطاع بالفعل أن يصل إلى الهدف الذي كان ينوي من خلاله إجراء الانتخابات، وهو يرى أنه البرلمان السابق كان معرقلا له ومعوق له في تمرير هذا الاتفاق، فكان عليه أو كما يقول أنه كان الحل الوحيد أمامه هو اللجوء إلى الانتخابات القادمة لعلها تكون منفذا له ومخرجا له يستطيع من خلاله الحصول على الأغلبية داخل البرلمان البريطاني. نحن نعلم أن حكومة حزب المحافظين هي حكومة أقلية ليست لديها الأغلبية أو الأكثرية داخل البرلمان، فهو يأمل من الانتخابات القادمة أن يحصل على هذا. طب يعني المؤشرات تقول أن هذا يعني الحصول على الأغلبية، ومعرفش حضرتك تتفق معي ولا، أعتقد أنه صعب بالنسبة لحزب المحافظين. ماذا يحدث لو أنه أيضا لم يحصل على الأغلبية في البرلمان القادم وكان هناك رئيس وزراء آخر؟ هل ستبدأ المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي منذ أن بدأت من خطوة صفر، ولا سيبني على آخر الاتفاقات؟
يعني دعني أقول لك أنه هذه معضلة كبيرة جدا وسط توقعات كثيرة بأنه ربما لا يستطيع أي من الأحزاب الرئيسية، حزب المحافظين الحاكم حاليا أو حزب العمال المعارض بزعامة جيرمي كوربن أن يحصل على الأغلبية، وبالتالي ربما نحن نكون أمام مشكلة برلمانية أخرى قد يلجأ خلالها الحزب الذي ربما يفوز بالأغلبية من حيث عدد الأصوات أو عدد المقاعد في أن يذهب إلى تشكيل ائتلاف حكومي ربما يضمن له أن يعقد هذا الائتلاف مع بعض الأحزاب الأخرى التي تقال إنها أحزاب صغيرة مثل حزب الديمقراطيين الأحرار أو الحزب الوطني السودندي أو حزب الخضر وما إلى ذلك. استطلاعات الرأي صحيح تقول أنه حزب المحافظين متصدر بفارق 10 نقاط عن حزب العمال، يعني ولكن هناك تحذيرات كبيرة جدا بعدم التعويل على نتائج استطلاعات الرأي، لأنه ربما قد شاهدنا في عام 2017 مع حكومة تريزا مي السابقة عندما صدرتها استطلاعات الرأي فإنها يمكن أن تنال الأغلبية، ثم جاءت النتيجة متغيرة تماما ونكسة كبيرة لهذا الحزب وفقد على أساسها الأغلبية داخل البرلمان. تبقى لي سؤالين. سؤال شكلي، هل لو لم يعد بوريس جونسون إلى داونينج ستريت سيصبح في تاريخ بريطانيا هو أعتقد أصغر مدة لرئاسة الحكومة بتهيألي، ولا كان في حد قبليه؟ لا لا، أعتقد هو سوف يكون أول رئيس وزراء لم يستطع أن يبقى مدة لم تتجاوز هو 3 أشهر فقط من أوائل سبتمبر حتى ديسمبر. طيب الحاجة الثانية، هل الشارع البريطاني وحضرتك يعني تعاصري هذا الشارع وتلتقي بالمثقفين، هل ندم على استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي؟ هناك نسبة لابد أن نضعها في الاعتبار، نسبة كبيرة جدا. نتيجة الاستفتاء أشارت إلى 52% لصالح الخروج. هي الديمقراطية لها أوجه أخرى يعني. بالضبط، ولكن ماذا عن 48% الذين يريدون البقاء بعد 3 سنوات من نتيجة هذا الاستفتاء؟ وهذه المشاكل الكبيرة التي لم يرى من خلالها الناخب البريطاني سوى شد وجذب ومصالح حزبية تتصدر الواجهة، ولم تتحقق إرادته حتى لو اعتبرنا أن لم تتحقق. بالضبط بالضبط، لم تتحقق ما رغب فيه في الخروج من الاتحاد الأوروبي. أصبح الآن هناك من يرى أنه ضرورة إعادة النظر، لماذا لا يفتح المجال مرة أخرى في استفتاء آخر للشعب البريطاني، للناخب البريطاني أن يقول كلمته حتى فيما يتعلق بالاتفاق. هل هناك من القوانين الإنجليزية التي تسمح بإعادة هذا الاستفتاء مرة أخرى؟ لابد أن يمرر ذلك من خلال البرلمان وأن يوافق عليه بنسبة كبيرة، ولكن أنت تعلم أنه البرلمان أمامه الآن جدلية كبيرة جدا، هناك انقسام في الشارع البريطاني يعكسه أيضا البرلمان البريطاني. البرلمان البريطاني لديه حالة من الانقسام. صحيح، هو تشكيل الحكومة نفسه هيبقى فيه مشكلة. البرلمان السابق كمان. نعم. طيب. فعملية الموافقة على إجراء استفتاء جديد ليست بهذه السهولة. هناك وعود من أحزاب كثيرة مثل حزب الديمقراطيين الأحرار، حزب العمال بزعامة جيرمي كوربن. هناك من يقول أنه إذا لو فاز ووصل إلى السلطة في 10 داونينج ستريت ربما يلجأ إلى استفتاء آخر ويلجأ إلى استطلاع الشعب مرة أخرى في إذا كان يرغب في البقاء أو الخروج. صحيح أستاذ عزة، يعني أنا شخصيا استفدت من النقاش معك، بشكرك شكرا جزيلا، و يعني على وعد باتصالات دائمة كي نسمع منك رأيك عما يدور في الشارع البريطاني.